ساعدني. مستعدين. يلا الشطار. انظروا، لقد بدأت سني الجديدة في الظهور، إنها حادة وكبيرة. ثم سأل هند: هل ظهرت سنك الجديدة؟ فأجابت: لم تسقط سني القديمة بعد. آه طب هند جميلة، ليه سنتها اللي هي بتهتز ما وقعتش؟ عشان بتاكل حسام، شوكولاتات عشان بتاكل شوكولاتات. وبتاكل ماشي اسمي حلويات حسام. ومربعات عشان وشب، مش بتاكل أكل مفيد، ايوه. علشان مش ها بتاكل ايه أكل تاني؟ مفيد. كانت ايوه، جنب ما بتغسلش مثلا أي سنانها حاجة وما صحية بتنامش بدري. هتقوم هتقوم السن طالعة مظبوط وتطلع ماشي، بسرعة وتقوم طالعة وبتهز بسرعة سنانها. تمام، وبتهز ايوه. سنانها. اولا هي ما كانتش، ما اتبعتش العادات الصحيه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي ما نامتش بدري، ما كلتش اكل صحي. طبعا كل الحاجات دي بتاثر ان السنه ما تقعش، وبالتالي هي السنه هتقع ليه؟ لما السنه الجديده اول ما تبدا تطلع، فدي بتوقع دي الجديده، هي اللي بتوقع القديمه. فالجديده ما طلعتش عشان هي ما كلتش اكل صحي، ما اتبعتش العادات الصحية اللي هي النوم المبكر. ركز معايا يا يوسف وبطل تتكلم مع اللي جنبك. يلا نرجع تاني للقصة. قال سمير: سأخبرك بسر النمو والنشاط. اسمعوا الحليب بقى سر النمو والفول والعدس والبقول والبيض والبلح. واللحوم والخضروات هي الأطعمة الصحية المفيدة التي أتناولها كل يوم فأنمو، والنوم المبكر أيضا ضروري. أكلت هند طعام الفطور وطعامها المدرسي كله وطعام الغداء والعشاء كذلك، والتزمت بغسل أسنانها بعد كل وجبة، ولازم وفي نغسل سنان المساء الموت. نامت مبكر. نعم يا حبيبي، لازم نغسل السنان. ايوه لازم نغسل سناننا، دي من العادات الصحية. لازم ناكل حاجات هيلثي، الحاجات حلوة لازم ناكلها. لا آه لا نقلل منها، نقلل من تناول الحلويات. اولا الحلويات دي حلويات، هتضر سناننا، لا هتوقعها. حاجات اللي بيخلينا وممكن نشرب عصير، السنان مثلا تحفة. مانجا، عصير تفاح، أو عصير ناكل جوافة، حاجات من الفواكه. دي. شطار وكمان جدا. ناكل، بلح حلوة. أيوة البلح مفيد جدا، برافو عليكي يا يمنى. تعالي نمد يلا تاني. استيقظت هند بعد بضعة أيام لتجد سنها قد سقطت خلال نومها، ففرحت وانطلقت تأكل طعام الفطور بشهية مفتوحة كي ترى ازيك السن هشرب ميه؟ الجديدة سريعا. روحي اشربي ميه بسرعة، تعالي. التقت هند سميرا في المدرسة فقالت له بحماس: لقد نجحت الخطة وسقطت سني القديمة. صفق سمير بسعادة وشجعها: الالتزام أهم شيء حتى تكون صحتك جيدة. فهزت هند رأسها بموافقته وانطلقا نحو الفصل. بعد فترة لاحظت هند أن السن الجديد قد بدأت تظهر، وأن هناك أيضا سنا جديدة تهتز في مكانها، فقفزت في سعادة غامرة وصاحت: أول سن كبيرة وسينمو مثلها كثير. يبقى يا شطار احنا عرفنا ما هو سر النمو. سر النمو هو ان انا اتناول اكل صحي. ايوه على فكرة الصوت مقفول لكم كلكم، ما شاء الله انتوا بتتكلموا والصوت مغلق اصلا. ها أكل اول صحي صحي. بننام بدري، وتاني حاجة بناكل أكل صحي، تالت ايوه حاجة نغسل سنانا، وثالثة بنغسل سنانا ناكل أكل صحي ونغسل سنانا وننام ونلعب بدري رياضة وننام بدري ونلعب رياضة وننام ونقرأ بدري. كتير. أيوة زي عبد الرحمن كده وهو بينام في الحصة. ركز يا بودي، فوق كده يوسف. صح، يوسف
الكاميرا وما مش عملش هتشوفني. حاجة دلوقتي. طب ايه هي بقى، ايه هو الاكل اللي صديقنا الجميل اللي قال عليه سمير، اللي هو قال الحليب، عليه سر النمو؟ والفول، ها، ايوه والبيض، والفاكهة، شاطرين، شارك معانا يا استاذ عبد الرحمن. العدس، ها، والبقول، واللحوم، ايوه والبروتينات، برافو عليك، والفواكه، والبروتينات حلو قوي، والبطاطا، والفواكه والخضروات والبطاطس، والحليب، والخضروات، ايوه كل دي والحليب، اسمها ايه بقى؟ والحمام. الاكل المتوازن، ده الاكل اللي يساعد الاسنان انها تطلع وتبقى قويه. ممتازين جدا. طب انا بقى طبعا يا شطار، احنا كلنا كده سمعنا القصه كويس، ولا في حد ما سمعش القصه كويس؟ أنا سمعتها. حلو قوي، تعالوا كده، اللي يهمني في القصه يا شباب. يا مس، أنا هاكل نعم، بعد أخلص الحصة. هتاكلي ايه؟ أنا هاكل بعد أخلص الحصة. أنا هكسر سناني كمان. هتغسلي سنانك؟ ايوه شاطرين، كلنا قبل ما ننام لازم نغسل سناننا، واول ما نصحى لازم نغسل سناننا، ما تنسوش ده يا شباب. تعالوا بقى، يهمني وفي في نفس القصه يا حلوين. اليوم عادي. الايه؟ كنت مرات اللي فاتت بس كنت مش فاكرة هنسمع الحاجات دي، صبح مش هنسمع. وليل وفي نص النهار. ماشي يا عبد الرحمن، المفترض، ايوه احنا لازم نبقى، إحنا ممكن الحاجات دي ولا لأ؟ نغسل ليلا ايوه، ونهارا. نغسل سناننا ليلا ونهارا، ليلا برافو عليك، ونهارا. قبل ما ننام وقبل ما قبل ما ننام واول ما نصحى. الصفحه دي طبعا اللي تهمني جدا في مهم جدا القصه، نحفظها. ايوه، حفظ ومذاكره مهمه جدا يا شباب، ان احنا نعرف. ول نحفظ فوق بس. كلها كلها مش كلمة الصوت معنى، بيقطع، الصوت كل، بيقطع معلش كتيرة. الصوت ماشي. بيقطع، يبقى النت من عندك. طيب يلا، كل واحد هياخد تخلص. مستطيل، كل واحد هياخد مستطيل ويقرأ. يلا يا يمنى، اقرأي المستطيل الأول. وجاج، ايه؟ وجاج، ايوه، أي التواء، التوائي، التواء، ممتازة. ها، وبعدين هدا يعني قاطعة، قاطعة. حادة بمعنى قاطعة، ممتازة. اللي بعدها يا شاطرة، خميرة، غامرة، خميرة يعني كبيرة، كبيرة، برافو عليكي، كبيرة أشكرك. سننة. شاطرة يا يمنى، شكرا. يلا يا تاليا اللي بعدها. تساقطت، وقعت. ممتاز، اللي بعدها. شهية، الراغبة في الأكل. ممتاز، دي بضع، العدد من الثلاثة من 30، إلى تسعة. كلمة بضع يعني معناها ان من 3، تبدأ من اول 3 الى 9، برافو عليك. يلا يا رانيا، مش شايفة. صغري هو الشاشة عندك، خلاص. انت عاملة زوم. خلاص. شايف ماشي، شايف شوف تمام، أنهي يلا اقرأي اللي انا عاملة عليه فارغة، المستطيل. ايوه، فارغة، حالية، خاليا، فارغا، خاليا، برافو عليكي. اللي بعدها، التفت، التقط، 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 قائلة، قابلت، قابلت. ممتازة جدا، شاطرة يا هو احنا هنكتب في الكراسة حاجات. هما كتبوا، بس انت دخلت متأخر، احنا كتبنا القبلة بتاعتنا. تهتز يعني مش هنكتب لا، تاني. استني يا رانيا، هنشوف لو في وقت ممكن
املي لك القبله تاني. يلا يا يوسف، يلا يا يوسف اقرا كلمه وحطها يا يوسف. نعم أحط موبايل على الشاشة بس. ركز معايا يا عبد الرحمن. يلا يا يوسف افتح الكاميرا يا يوسف وافتح الصوت. مش بسرعة عشان أنا جعانة. جعانة؟ معلش حقك علينا، هو الدرس النهاردة يجوع. معلش يلا تحتاج تهتز. أيوة تهبط في خضروات وفي بط لحم. تهبط. ثلاث أيوة خضروات ولحم. اه ها يلا يا شاطر أكمل. الطاقة التكتة أيوة مضادها إيه؟ التقط. افترى ميس نعم يا حبيبي. هي كلها خضروات ولحم يعني لازم تجوع. اه يلا بعد الحصة روحوا كلكم. افتكر افترقت افتكر افترى افتكر افترقت. افترق طيب يلا اللي بعدها. اللينك يفصل يا شباب ادخلوا عليه تاني. عبد حاضر الرحمن يلا يا عبد الرحمن اللي بعدها.